هصل يا مريش بقى صارت تكونوا لبس. طب نستنى والناس حتى تدخل اليوم ان شاء الله باش يكون فما لايف اللي عسلامة. دونك اللايف نتاع اليوم بالحق للناس اللي مثلا توا رجعت تقرا ولا رجعت تخدم ولا قاعده تاكا بيريود برشا في الدار وعرفتك بالسيفك عندها جوز تحب توصل لهم حاجه تمام ترى في الموتيفاسيون تطلع وتهبط وتستنى في عبيد اخرين يشجعوها ولا ماهيش فاهمه شنو لازمها تعمل بالضبط. دونك اليوم فاتن باش تحكي لنا على الحكايه هذيا، فاتن اليوم باش تحكي لنا على اللوتو موتيفاسيون، معناها انت كيفاش تحفز ذاتك. وراهو عايشكم عيدكم مبروك الناس الكل. دونك ماكش مش تكون معناها مربوط بحتى حد، كيف لازم باش تتعلم برشا دي تكنيك اليوم مع فاتن. فاتن هي بيرسونال جروث كوتش، وكنقولوا بيرسونال جروث راهو معناتها حاجة توسكي برشا حاجات مش جست بيرسونال ديفلوبمنت. دونك تحكي لكم هي اليوم على روحها، والفورماسيون هذه هي عملتها لبرشا ناس في البريود نتاع كورونا، دونك عملت برشا عباد غراتويتمون. دونك ان شاء الله اللايف هذا يكون يعاونكم ويجاوب لكم على برشا دي كيسيون. دونك خلي عندكم هكا بلوك نوت وكل شيء واستعدوا. وي فاتن هاني نستنى فيك. سالو عسلامة. الحمد لله الحمد لله. فاتو عشان حوالك؟ لاباس الحمد لله. دونك هذا اول مره احنا يظهر لي نعملوا لايف على ستادي، العاده ديما على لي كوم بيرسو. حاجه تفرح على الاخر ان شاء الله يا ربي اليوم الكوميونتي نتاع ستادي هكا كلها يوصلها المساج هذايا خليك انت تستمتعوا. ان شاء الله يستمتعوا الناس الكل. نحبكم جوست تجيبوا ورقه وستيلو باش تقيدوا، يا دي شوز ا نوتي، معناها جيبوا بالحق باش تقيدوا. وكان عندكم سؤالات خليوهم لنا الاخر اللايف بعد ما نكملوا، اسالونا اللي تحبوا. كان عندكم مواضيع اخرى تحبوا نحكيوا فيها عطيوهم لنا في اخر اللايف، مي سي تري تري امبورطون دو نوتي تو سكو جو في فو دير. اوكي، والا ميساج خلي مسال وانا تنقيد وبعد انت جوست ركز في القاعده ولا كيف ما تحب. كيف ما تحب داكورد، وانت ما لقيت خاطر انا ما نجمش نقرا اللي كومونتير فوالا. اكزاكتومون. دونك اليوم باش نحكيو ديما نسمعوا كلمه موتيفاسيون، مانيش موتيفي. اليوم نتفرج دايوغ الصباح في الستوري نتاع فرح و سليم كيف دوبا دخلوا هكا في الموند ورجعوا للموند نتاع الخدمه، دخلوا بعضهم احنا كيفاش كنا نعملوا احنا ترشنوا هما ان فيت. احنا خاطر كي قعدنا في البيريود اللي كانت تاع كورونا ولات لنا اون زون دو كونفور، قعدنا فيها وني ترانكيل اوني شي نو، قاعدين في الدار كل شيء موجود الحمد لله يا ربي، كل شيء متوفر خير من برشا ناس الحمد لله يا ربي. دونك ما ننساوش نحمدو ربي ونشكروه على النعمه هذيك. ويمكن زيد برشا ناس فاقت برشا نعم عندها في البيريود هذيك واحنا ما كناش فايقين بها، خاطر سي دو لاكي ولا والكل. وشفتوا الحاجات هذوكم قد ما تدخل في الزون دو كونفور، قد ما تدخل دو لاكي قد ما تولي انا ما عنديش سكون ابيلك الموتيفاسيون. قد ما يولي كل شيء عندي نورمال يولي ما عنديش حتى حافز. انا العاده كيقولوا لي اسمع انا جو سوي با موتيفي كيفاش نعمل كيفاش كذا، نقول لهم راهو كلمه موتيفاسيون وراهي حاجه اخترعها الانسان باش يسمي كل حاجه يسميها حاجه يعطيها اسم يعطيها ان كادر، مي ريالمون راهي لا موتيفاسيون انيكزيست با. علاش ان اكزيست با؟ على خاطر احنا من الفطره نتاعنا عندنا تو لي زوتي ملي تخلقنا، عندنا لي زوتي الكل باش نعملوا نحققوا الاهداف نتاعنا الكل. اون بو فير تو سكون بو، معناها الهدف اللي انا ولا الفكره اللي انا جاتني في مخي راهو مادام وصلت جاتك في مخك راهو اعرف انك انت عندك تو لي زوتي نيسيسير باش تبدا في الفكره، مش باش تحققها الكل، مي عندك لي مويان الاولانيين اللي يخليوك تعمل الخطوات الاولى باش تبدا في الفكره نتاعك ولا في الهدف نتاعك. بهوني كي باش نحكي كلمه هدف، برشا عبيد باش تقول لي هدف كلمه كبيره. هدف راهي مش كلمه كبيره. انا وقت اللي نعطش باش نشرب كاس ماء نعطش، الهدف نتاعي اني نشرب كاس ماء. دونك الهدف يبدا بالحاجات الصغيره، من اني باش نقوم نمشي نقرا،
من اني عندي خدمه لازمني نكملها، من اني باش نمشي نتلبس غالي، من اني باش نمشي نطيب، من اني باش نمشي نقضي، هذيكم الكل اهداف. دونك اللي باش نحكيو فيه اليوم يتطبق على الهدف الصغير ويتطبق على الهدف اللي هو حلم حياتك، اللي هو الحاجه اللي انت تحب توصل لها. دوك يتطبق على اي حاجه في الدنيا هذه، ما فماش هدف كبير هدف صغير، هدف سي هدف. يبدا هدف كبير ما نجموش نعملوه الكل، دونك يلزمنا نقسموه الاهداف الصغيره باش نجم نوصل نحقق الهدف الكبير. دونك هون جوست سي دي بوتيت ديفينيسيون، حطيتهم لكم ان كادر باش يسهل لكم، على خاطر ديما لي ديفينيسيون تبدا غالطه، ديما لي ديفينيسيون تبدا مغلوطه، مغلوطه. وهذا سبب من الاسباب ان ما نخلطوش نحققوا اهدافنا. دونك اذا كان انت عندك حاجه ما خلطتش تحققها، اعرف انك انت اول حاجه عندك معلومه غالطه، يعني اون ديفينيسيون غالطه، معتقد، حاجه تربيت عليها. صباح نسمع في فرح وسليم يحكيو، قالوا كلمه لي فالور. لي فالور كي تقول كلمه لي فالور شنو يتفهم منها؟ يتفهم منها يقول لك انا تربيت على لي فالور هذوما، انا تربيت على الاخلاق هذوما، انا تربيت. لي رغم لي فالور اللي نحكيو عليهم اون ديفلوبمون بيرسونيل ما عندهم حتى علاقه على الاشياء اللي تربيت عليها. الاشياء اللي تربيت عليها فيها حاجات باهيه وينجم يكون فيها الخايب، ينجم داكورد، مي لي فالور ال سون بروبر ا شاكان، يعني كل واحد عنده سي فالور. اش معناها انا عندي لي فالور نتاعي؟ معناها انا بالنسبه لي الحاجه هذه ياسر مهمه في حياتي، بالنسبه للفرح ماهيش مهمه. اكزاكتومون. هنا اش معناها هوني فات نعطيهم شويه دي زيكزامبل تاع دي فالور باش يفهموا، خاطر احنا مثلا انا كي قريت عملوا لنا معناها معناتها لي سيونس تاع ديفلوبمون بيرسونيل في الفاك وكل، وقتها نذكر عطانا برشا دي فالور برشا، وقالوا لنا خذوا منهم ثلاثه اربعه ونظموهم كل واحد حسب الوحده بتاعه. دونك وقتها معناتها اول مره نعرفش معناها فالور، يعني معناها لقيت مثلا نجم يكون الكونسيونس في حد ذاته فالور بالنسبه ليك، الوعي بالنسبه ليك انت حاجه انت تقيمها على الاخر في حياتك وتحطها حتى معناها نعش في الشواء نتاعك في خدمتك في شريك حياتك في اي هو شواء باش تعمله، باش تحط الحاجه هذيك تقول لي انا نحب الوعي، نحب هذيك باش تعاونني باش انا نزيد من الوعي نتاعي ولا ما انت فما وقت الانديبوندونس. كلامك صحيح، كلامك صحيح، واللي يتقرا هو المشكله. سامحوني على الكلمه، ما نحبش نستعمل كلمه مشكله، مي جوست باش تفهموني المشكله وين، انه حتى وقت اللي نحضروا دي كونفيرونس والا نحضروا اوني توجور influencer quelque part. معناها يجي كيف ما قالت لك فرح مثلا، يجي هو يقول مثلا قدام فرح، وفرح بالنسبه لي لها الحاجه هذيك تشدها، مي ماهيش اون فالور. معناها مثلا قالها كلمه الوعي، تقول هي نهار اخر كي تجي باش تختار شريك الحياه مثلا تقول اه ماهوش انسان واعي مانيش باش نقبله، مالغريكو هو فيه الحاجات اللي هي الشخص هذيك تنجم تعيش معاه، مع شخص واحد اخر عنده الفالور هذيك هي ما تنجمش تعيش معاه. دونك علاش قلت لكم حاجه الي بروبر شاكان، يعني كل واحد هو شنو. اليوم باش نحط لكم لي فالور، لو سيستيم دو فالور، باش نحط لكم لي سيستيم دو فالور بريمير، يعني الفاميليا مثلا، الفاميليا، الخدمه، الكرهبه، هذوما لي بريمير. اش معناها؟ معناها انا بالنسبه لي لي تري امبورطون بور موا مثلا اني يكون عندي كرهبه ودار مش ملك، المهم كرهبه. عبد اخر يقول لك لا، باغمي لي فالور نتاعي ان يكون عندي دار ملك نبدا مطمئن مرتاح وناخذ ترونسبور بوبليك. داكوردو. فما واحد يقول لك انا الفالور نتاعي ان مثلا لوبجيكتيف نتاعي. علاش جبت لكم على السيستيم دو فالور؟ على خاطر في لي زوبجيكتيف اي سورتو بور لا كوميونيتي اللي نورمالمون قاعدين توا نحكيو معاها، اللي هي لا كوميونيتي ستادي ستادير سوا سي فما اون كوميونيتي ايتوديونت، فما اون كوميونيتي دي تخرج للفي بروفيسيونيل، وفما اللي شكون باش تخرج للفي بروفيسيونيل باش تخرج للدنيا. دونك سي بور سا كو حبيت نحكي لكم على لي فالور، خاطر لي فالور هما لوبجيكتيف نتاعك اللي انت تحب توصل له، يلزم تكون لي فالور نتاعك قد لوبجيكتيف، سينو ما توصلش تحقق لوبجيكتيف نتاعك. اش معناها؟ معناها لوبجيكتيف نتاعك يلزم يكون il respecte، on appelle ça un objectif écologique، يعني لوبجيكتيف الهدف نتاعك il respecte les valeurs نتاعك. يعني مثلا اذا كان انت متشبث برشا بالعائله
متشبث برشا بالعائله، وهذيك سي اون فالور سور بالنسبه ليك، مش ما يهمكش في العائله، معناها تعمل انت اللي تحب، حتى هما كان ما قبلوش ما يسالش. ما فما عباد، لا فما عباد تقول لك العائله قبل راي ام يقبل مثلا، دونك هو بالنسبه ليه اذا كان راي امه قبل، دونك نهار اللي باش يحل مشروع، باش يعرس بوحده، باش يختار شريك حياته، باش يختار، لازم يكون الهدف نتاعو متوافق مع الفالور نتاعو. يعني هو ما ينجمش نهار اخر يكون عايش مرتاح اذا كان الهدف نتاعو ما يتوافقش مع عائلته، ما يتوافقش مع يمكن الحاجات اللي تربى عليهم، على الميليو لونفيرونمون اللي هو عايش في حومه شعبيه وساكن في حومه شعبيه، وباش يحل مشروع ما يتمشاش مع الحومه الشعبيه اللي هو فيها، دونك لازم يحلوا موش في الحومه الشعبيه، لازم يحلوا ايوغ. دونك باش تكون عنده مشاكل اخرى، يمكن يلزمه يبدل من البلاد، يكون يسكن مثلا نقولوا احنا في بيجه، يلزمه يتنقل للمدينه، يكون يسكن في مدينه ويليا مثلا على مخصا، والكل الواحد نتاعو مثلا حاجه تراديسيونيل ما تمشيش مع البلاصه اللي هو عاش فيها واللي هو تربى فيها، دونك يلزمه يحول. دونك اذا كان هو ما يقلقوش انه يبعد على عائلته مثلا، دونك وقتها لوبجيكتيف نتاعو باش يكون متماشي مع السيستم دو فالور نتاعو. دونك هوني اي اوبجيكتيف كيل سوا كبير والا صغير، حتى اني لو فات عطشت باش نمشي نشرب كاس ماء، لوبجيكتيف نتاعي يلزمو يكون ايكولوجيك. داكور دونك هذوما مش شروط نتاع لي زوبجيكتيف. اليوم ما حناش باش نحكيو على لي زوبجيكتيف، كان تحبوا لي زوبجيكتيف نحكيو عليهم مره اخرى، مي حبيت جوست نحكي على كلمه فالور ونحطها في اطار صحيح، باش كي تبدا انت معانا توا في الواحد وفاهم لي ديفينيسيون هذوما صحاح، وفاهم انه اذا كان عندك معلومه مغلوطه كيف ما مثلا كلمه فالور فاهمها متوارثه ولا هي مثلا انا تربيت هكا، لا القيم نتاعنا القيم يفهموها على انها قيم عليا، يعني انا مثلا تربيت انه ما نهزش عيني في عين الكبار مثلا. انت نهار اخر كي تمشي باش تقابل تعمل دي ميتينغ والا باش تقابل شريك حياتك والا باش تقابل عبيد جدد، اوبليغاتوارمون يلزمك تغزر لهم في عينهم. اذا كان انت ماشي وانت ما عندكش القدره انك عندك الفالور هذيك سوا ديزون اون فالور، ما هي بلوس معتقد والا كرويانس ليميتانت، اني كي نغزر في عين عبد معناها معناها قله احترام، ولا مش قله احترام معناها سامحوني في الكلمه، ما يحشمش ما تحشمش تغزر له في عينيه، تربيوا عليها برشا ناس هذيا. دونك نهار اخر باش تعطلك في لي زوبجيكتيف نتاعك. دونك اول حاجه تخليك ما تخلطش لي زوبجيكتيف نتاعك هي معلومه غالطه او معلومه منقوصه. داكوردو دونك هذوما زوز حاجات الاولانيين اللي يخليوك ما تخلطش لي زوبجيكتيف نتاعك به. دونك قلنا معلومه ناقصه معلومه مغلوطه، هذوما زوز قيدوهم. ثالث حاجه اللي ما تخليكش توصل لي زوبجيكتيف نتاعك، انك قاعد في حاله انتظار، يعني قاعد تستنى في الفرصه، تستنى شكون يهز بيدك يقول لك كلمه حلوه يشجعك، تستنى في فيديو تستنيني انا باش نجي موتيفيك، تستنى ستادي بوتين تعمل لك وحده على الموتيفاسيون، تستنى يخرج كتاب تمشي تقرا كتاب باش يلتو موتيف، تستنى انك تتفرج في فيديو، تستنى في بوك وامك يعطيوك كلمه باهيه، تستنى فيهم يحفزوك، تستنى في صاحبتك، تستنى في صاحبك، تستنى في خوك، تستنى في مجتمع، تستنى في الدولة، تستنى 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 في الفلوس، تستنى في البنك تعطيك، تستنى في بلاستيك سلاب تعطيك فرصتك، وانت في حالة انتظار تقعد طول عمرك تستنى وما يجيك حتى شيء، على خاطر انت قاعد في حالة انتظار اون ستاند باي، قاعد لهنا واقف لهنا كيفاش تحب الحاجة تجيك. دونك شفتوا هذوما الثلاثة، اذا كان حطينا في مخنا لي تخوا شوز هذوما لي تخوا اوبستاكل هذوما وفهمناهم واستوعبناهم وبدلناهم في مخنا، هذوما باش يكونوا اول خطوه من الخطوات العمليه اللي اليوم باش نبداوهم. دونك ابري سيت ديفينيسيون باش نعطيكم سبعه خطوات، ست ستاب، لي ستاب هذوما اذا كان تمشيو عليهم على لتر قد ربي ما فماش حتى اوبجيكتيف يقف قدامكم. حاجه كي تري امبورطونت، لوبجيكتيف قد ما يبدا كبير رد بالك تشوف روحك صغير قدامه، راك تشوف روحك صغير ما تخلطش الاوبجيكتيف نتاعك، ديما شوف روحك اكبر من الاوبجيكتيف. داكوردو
قدر قدرتك، قدرتك انت انك باش توصل له، قدره ربي. شوف انت قدره ربي شنيه، حط لوبجيكتيف قدامك ويظهر هو صغير. ما دام ربي حط في بالك الفكره هذيك ولا لوبجيكتيف هذيك ولا النيه هذيك، اعرف اللي فمعليش انت عندك على الاقل، على الاقل حكيناها هذه في لايف قبل الفرح، عندك على الاقل، على الاقل 7 entre 3 et 7 outils توا عندك حاليا موجودين عندك، نجم تبدا بهم. راهم مين با فورسيمون فلوس، با فورسيمون واسطه، با فورسيمون حاجه كبيره، تليفون وانترنت وستيلو ورقه، ولا نجموا يكونوا هما لي مويان اللي عندك. اعرفوها، حطوها في بالكم، اي فكره تجي لبالك معناها راك قادر انك تخلط لها. والله والله الذي لا اله الا هو، وما نحلفش به بالكذب. اي فكره تجيك ولا اي حلمه جاتك، عيني دمعت الماء، والله راك عندك مينيمم 3 ل 5 ل 7 اوتي تو حاضرين عندك، سواء فكره، سواء افكار، سواء الهامات باش تجيك عندك. جوست يلزمك تقعد مع روحك وتبدا تسعى، وتو نشوفوهم الخطوات اللي باش نعملوها. دونك احنا قولي عزيزتي، حبيت نقول لك هوني فاتن معناها لي زوتي اللي حكيت عليهم انت بالحق ينجموا يكونوا قدامك ومام حتى في وسط بيتك، وانت ماكش ترى فيهم خاطر ماكش مركز على اللي عندك، مركز على برا. انا فاتن صارت معايا حاجات بالحق بزاف، كان فما كتاب اللي هو تاع كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس، معروف على الاخر هاو تو انفلونس بيبل، هذاك هاو تو وين فريندز اند انفلونس بيبل، هذاك كان البيبليوتيك نتاعي عمري لا ريتو، ما نعرفش اصلا كيفاش وصل البيبليوتيك نتاعي سنين الله. وهو وقتها ابارامون مره معناتها انا روحت للبلاد وقريت برشا كتب بقدم عطاهم لي وجاي معاهم الكتاب هذاك، وكنت قاعد في البيبليوتيك نتاعي عمري لا ريتو. نهارت لي انا قررت اني انا نحب نولي نقرا كتب، وبديت الكتاب الاول اللي هو مع تشريد وشريان وكل، وقتها رجعت راشني عندي نلقى عندي الكتاب اللي هو كل مره فيه في الانترنت وعمري لا لوشت فيه عندي، كنت اهزر معناها. انت عندك افكتيفمون سا سي ليكزومبل تيب، معناها سا سكو فرح بيان دو دير سي ليكزومبل تيب، معناها تبدا الحاجه عندك، مي انت تبدا تلمون اللي طلع عليكم معنيين لابسينك اللونات نتاع اللونات، نسميها اللونات نتاع الواقع، اللونات نتاع الظروف. الواقع يقول هكا، شوف العباد، شوف التلفزة، شوف كذا، هذا شنو صاير. راهو خذوها قاعدة الواقع. شفتوا انا نهار اللي فقت بالقاعدة هذه وانا حياتي بدات تتبدل، صدقوني الواقع هو وقوع افكارك في العالم نتاعك، مش الواقع يتصنع وانت تتعايش معاه، انت مش تصنع انت الواقع تتأقلم معاه معناها اي انت، مش انت تتأقلم معاه، انت اللي تصنعه بافكارك بنظرتك ليه. باش تقول هذيا سي سي كلام ان بو بيزار، ما نجمش نفهمه، ما نجمش نتقبله. اذا كانك ما تقبلتوش ما يسالش، غدوه تتقبله. وعيك الان، قول انا وعي الحالي ما يسمحليش اني نتقبله، تعاود تتفرج فيها الفيديو وتعاود وتمشي وتبحث، توا وقتها وعيك يتقبلوا. علاش؟ وتو تفهم علاش tout au long de ce qu'on va dire. دونك شدونا جوست حاجه برك، كي قلت وعيك الحالي جوست نحب نضيف حاجه، انه معناتها فما دي نيفو نتاع وعي، هذاك علاش هي فاتن قالت وعيك الحالي، معناتها احنا توا الناس اللي راهو فيهم اللي عايشين معاهم كل ماناش كلنا فرد نيفو نتاع وعي. ريت كلمة وعي تزيد تحكي عليها ياسر في كورونا، ونقولوا شوف العباد اللي ماهي شويه فاش قاعده تعمل وقت البريود، ولا وقتها نحكيو بكلمة وعي. اما غير ما معناها اي هو انسان يعيش في الدنيا هذيا معانا هكا، وكل انا مانيش كلنا فرد نيفو نتاع وعي، فما واحد هكا واحد هكا واحد، اما ديما تنجم تطلع. اما كيفاش تطلع؟ انا سبيت جوست تعطيهم هكا شويه معناها كيفاش كيفاش تطلع. اول حاجه كيفاش تطلع وتكتشفوها في اخر الاخر، معناها سي لو ديرني بوان اللي باش نحكيو فيه من بعد، هو انك ديجا اول حاجه تنحي هكا اللونات، تنحي اللونات اللونات، خاطر انت عيش حقيقتك. وإذا كانت تحب تعيش حقيقتك امشي واخدمي، فما اكزرسيس اسمه في الشان يوتيوب نتاعي نتاع على ريشيرش دو سا ميسيون دو في. الاكزرسيس هذايا كي تخدموه كل يوم، تخدموه كل يوم عمال تزيدوا تستكشفوا، تكتشفوا رواحكم، تتذكر روحك، عمال ترجع لصغرك. وقت اللي تخدموا فما قديش من عبد تقول لي ما نجمتش نكمل، علاش؟ ولا ما نجمتش تقول لي خفت، علاش خافت؟ خاطر خافت
تعرف حقيقتها، خافت ترجع لحقيقتها، خافت تنحي كليونات، خاطر كليونات ولات اون زون دو كونفور، نحي ولي فيلتر، نحي الفيلتر نتاع نورمال المجتمع، لونيت نحي هذيك ما الفيلتر نتاع عندهاش تفكير. اي نحي الفيلتر نتاع نتاع الشين يوتيوب نتاعي، موجوده على البروفيل نتاعي هكا، اللينك موجوده في البيو نتاعي في البروفيل انستغرام. تنحي نحي اللونات نتاع ابوك وامك اش قالوا لك، نحي مجتمع اللونات نتاع المعلم اش قال لك، نحي اللونات نتاع التلفزه اش قالت لك، نحي اللونات نتاع المسلسلات اش قالت لك، نحي اللونات نتاع الديسان انيمي اش قالوا لك، نحي اللونات نتاع الانفلونسرز. انا وقت اللي يبداو يتفرجوا معايا في لايف، يتفرجوا معايا في فيديو، نقول لهم ما تاخذوش كلامي صدق الله العظيم، خذ كلامي، ابحث في كلامي واستفتي قلبك. ربي اول حاجه طلبها منا ان نتدبر، والتدبر هو ديفلوبمون بيرسونيل، يعني تدبر يعني شوف المعلومه اقراها، خذ التفسير هذايا، خذ من عند اكس، خذ من عند اي، واعمل التفسير نتاعك بوعيك انت. نهار اخر كي باش تتحاسب، باش تتحاسب على وعيك، مش باش تتحاسب على وعي ولا على وعي اي، ولا على وعي انفلونسور، ولا على وعي عالم، ولا على وعي استاذ، باش تتحاسب على وعيك. دونك كيف تمشيو ما تمشيوش عمياني، يعني مش واحد خرج في ايه، انا خرجت عملت فيديو اقنعتك اوكي خذيت منها الباهي، استفتي قلبك شنو اللي عجبك شنو اللي علاش قلت لكم انت وعيك، ما تاخذش حاجه انت ماكش ما زلت ما اقتنعتش بها، ابحث فيها، لوج، شوف، اقرا كتب، شوف فلان اش قال عليها، شوف فلتان اش قال عليها، ما تخليش شوف ديما هذوما السورس الفيلم اش نتاعك قالوا، نتاع المعلومات استفتي عندك قلبك. اكزاكتومون، استفتي قلبك، ربي يقول لك استفتي قلبك ولو افتوك الناس، استفتي قلبك راه، وعلم الانسان ما لم يعلم، خلقنا عندنا العلوم الكل، ومن بعد توا قاعدين نكتشفوا فيها، خلقنا علم الانسان ما لم يعلم، علمك ربي اعطاك كل شيء، تجيك انت ساعات في فتره من حياتك تقول هذايا الاكزومبل ديما نعطيه، تقول توا احنا والعباد الكل تعديت بيه، تخيل تقول احنا تولدنا في عائله مسلمه، كيفاش يا ربي باش تحاسب واحد تولد في عائله مسيحيه، ولا في عائله ما تامنش، ولا في عائله هكا، الناس الكل تعديت عليها سو جونغ دو كيستيون، تقول كيفاش وكيفاش هذاك لا يعرف لا حتى شيء، صبح نهار قرا شاف فيديو اسلم، دخل في الدين يا اخي، دخل في الدين في بالك انت على خاطر شافك الفيديو، ليه؟ على خاطر الفيديو هذيك اللي شافها حركت فيه حاجه موجوده في الداخل نتاعو، في الروح، في الروح النقيه، سمع صوت الروح ما سمع صوت الايجو. دونك سي تري امبورطون، ارجعوا استفتي قلبك في اي حاجه، اي ديسيزيون باش تاخذها، شوفوا العقل اللاواعي عنده الجواب الصحيح لاي سؤال تحبه، اي سؤال عندك اون ديسيزيون باش تحبها باش تحب تاخذها، استفتي قلبك، عقلك اللاواعي قل له اساله. شفتوا قبل ما نرقد وندخلوا في سكون ابل مرحله الالفا اللي هي في الهيبنوز احنا نستعملوها داكوردو، جوستك الدرج قبل ما ترقد، اذا كان عندك حاجه باهيه تحب تعملها، عندك هدف، عندك سؤال تحب تسال، عندك اون ديسيزيون ابروندر، اطلق السؤال وما لا تلوج ريبونس، لا تخمم لحتى شيء، خمم في الحل، معناها قول انا شنو الحل نتاع الحاجه هذه، الديسيزيون اللي لازمني، الديسيزيون الصحيحه اللي لازمني ناخذها، ولو انه ما فماش ديسيزيون صحيحه وديسيزيون خالطه، فما ديسيزيون باش تهزك في ثنيه اكس، ديسيزيون باش تهزك في ثنيه ايكغيك، il n'y a pas une bonne ou une mauvaise décision، donc soyez-en conscients. ما فماش انا يجيوني ساعات في لي كونسلطاسيون، انا جايتك باش نلقى حل، نقولها ليه انا ما نعطيكش الحل، الحل عندك، راك كانك جايني انت، انا باش نعطيك لا سوليسيون، انا ما نعطيكش لا سوليسيون، انا جو تاكونتاني بور كو تو تروف لا سوليسيون، اوكي انا باش نعطيك انا سوليسيون، لا انا مانيش خدمتي اني نعطيك سوليسيون، مانيش خدمتي اني جو تانفلونس، انا وقتي نخدم معاك انا ناخذ البيرسيف، انا نركب في شخصيتك، دونك دو كو ساعات نحس باحاسيسك، دوك نهزك للسوليسيون اللي تناسبك مش اللي تناسبني انا، دونك ردوا بالكم، تمشيو لحد تقولوا له اعطيني الحل كيفاش نعمل، راهو كل شيء موجود عندكم، كل شيء بيدكم، الخطوات اللي باش نعطيهم لكم توا هما اللي تتبعوهم، دونك بروني نوت، بروني نوت، بروني نوت، وان شاء الله نحاولوا نخليوها الفيديو هذيا نسجلوها. باهي اون جينيرال كيس كي سباس اون جينيرال، وقت اللي انا نبدا عندي حاجه مقلقتني، يبدا عندي هدف، بالهدف هذاك كل سوا شنو هو الهدف، راه هو
حتى لو كان انا مثلا جو سوي اون بيريود دو ريفيزيون ونحب ندخل نقرا، انا قاعد نحب بطال ونحب نلوش خدمه، عندي ايدي دو بروجي ما عرفتش منين نبدا اي حاجه اي هدف. داكور دو دونك احنا تعودنا، الله يهدي لو سيستيم ايدوكاتيف والله يهدي والدينا كيفاش ربيونا وبكل حب. راه هو انا نقولها معناها بكل حب، انا بيتي كنت هكيكه معناها تربينا هكيكه، السيستيم هكيكه، الروضه هكيكه، الصحاب هكيكه، تربيت عند مامتك وعزيزك هكيكه، بامك هكيكه. تلقانا وقت اللي عندنا حاجه نحبوا نوصلوها، حاجه نحبوا نعملوها، شنو يصير؟ عوض اللي نركزوا على الحاجه اللي نحب نوصل لها، نركز على الحاجه اللي مقلقتني. انا ديموتيفي، انا فادت، انا مخنوق، انا بطال، انا صحابي يخرجوا، انا راجلي سبب باش نحط لي زيكزامبل الكل نتاع اي عبد ينجم يكون يتفرج فينا توا، انا راجلي كذا، انا صغاري كذا، انا بابا وماما صعب، انا كذا. حسيلو تلقاه ساعات حتى اللي بيجي يجي باش ياخذ رونديفو يكلمك الو كذا ويبدا يحكي لك مشكلته. نقول له إيه شنو هو لوبجيكتيف نتاعك؟ انا قلق، انا مخنوق، انا نحب انا كذا انا كذا انا كذا. اي انت شنو تحب معناها بعد هذا شنو تحب توصل؟ ما يعطيكش ريبونس. علاش؟ على خاطره مركز على الحاجه اللي خانقته، مركز على الحاجه اللي يحب يتخلص منها. وقت تبدا انت مركز على الحاجه اللي تحب تتخلص منها، شنو يصير؟ تبعد على الهدف نتاعك، تولي تخمم كان على الخنقه، تخمم كان على السيتواسيون اللي انت فيها، تخمم كان البلاد ما فيهش خدم، الدنيا كذا. ويبدا كي طونكو انت تخمم هكاك كيس كي فاس باسي، وسكون ابل قانون التركيز، ما تركز عليه يزداد. حتى في الطاقه نقولوها، معناها نقولوا الحاجه اللي تركز عليها تجلب، معناها تو فاس هي شنيا كيفاش باش تجلب المخ نتاعك الافكار، هما سي دي فيبراسيون كي باش يخرجوا باش تخرج دي فيبراسيون ذبذبات، ذبذبات هذيك باش تعاود تجبد من الكون نفس ذبذبات من نفس الطاقه هذيك. دوك باش تزيدوا لك كاين مشاكل، باش تزيدوا لك المشاكل، كاين القلق والفده، باش تزيدوا لك القلق والفده. اي فاتن أيوة. نحب نعطي اكزامبل سهل برشا سورتو للناس اللي ما تعرفش برشا على علوم الطاقه وكل شيء، جوست على زيد قانون التركيز. فما اكزامبل الناس كل تحكي بيه اللي هو كي تركز على كهربا معينه، تركز على كهربا حمراء ماركة معينة ما نعرفش، تركز على ميني كوبر حمراء، وتولي وين ما تخش في الكياس تلقى هكيكة، تقول اوه قداش قصروا اي مكان، ما قصروش هما، راه هما ديما كانوا غادي. اما انت كي حطيتها في مخك نوع الكهربا المعين هذاك ولات ترى فيه بخطو، فهمت؟ يولي وقتها فات معناتها عقلك يولي يركز مع الحالة هذيك، ولي يحب يوريها لك. اكزاكتومون، تولي انت تو لا تير، اكزاكتومون تو لا فوا بارتو، تولي انت تو لا فوا بارتو، داكورد؟ اول كهربا من غير معناها لا اكزامبل، خاطر عطيت انت الاكزامبل نتاع الكهرباء، خاطر الكهرباء اسهل حاجه واسهل اكزامبل ينجم يكون بالبابل للناس الكل، نجم يكون صار للناس الكل. هوني اول اي فوالا، دونك هوني اول خطوه اللي باش نعملوها في الاوتو موتيفاسيون نتاعنا، اني نحدد بوضوح، نحدد معناها جو في ديفينير اكزاكتومون لوبجيكتيف نتاعي، لوين نحب نوصل، جو لو ديفيني اون تيرم بوزيتيف. مش انا نحب نولي ما عادش مقلق، لا انا نحب نولي مكالم، انا نحب نولي فرحان، لوبجيكتيف نتاعي اني نكون فرحان، لوبجيكتيف نتاعي نلقى خدمه، ديما اون تيرم بوزيتيف. دونك اول حاجه ديفينير اكزاكتومون سو كو جو فو اي نو سو كو جو نو فو با، والا الحاجه اللي انا مركز عليها اللي هي الحاجه اللي نحب نتخلص منها. دونك يولي لوبجيكتيف نتاعي يعود انا نوصل اني نحقق لوبجيكتيف نتاعي، يولي لوبجيكتيف نتاعي شنو هو؟ اللي انا نتخلص من الحاله اللي انا فيها. هذاك سوني با ان اوبجيكتيف، تقعد ديما راك في الحاله هذيك، وهذاك شنو يوصل للاكتئاب ويوصل يقول لك انا ديموتيفي وانا نصبح راقد وانا وليت نرقد برشا واتسيتيرا ولي زونكسيتي والحاجات هذوما الكل. دونك وقت انا نركز على الهدف نتاعي، حاطط الهدف نتاعي قدامي، شنو باش يصير؟ باش نولي انا اورينتي اوبجيكتيف، يعني je suis à la rencontre de mes objectifs. يعني tout ce que je vais faire et tout ce que je vais dire, ils sont seront معناها orientés vers mon objectif. مانيش باش
نمشي هكا جون في با ديفيي، معناها مانيش باش نحيد الطريق ولا باش نضيع في الطريق، لا على خاطر عارف وين ماشي، عارف لوبجيكتيف نتاعي واضح وصريح اون تيرم بوزيتيف وواضح وصريح. دونك اول حاجه نحدد لوبجيكتيف نتاعي باه اون تيرم براتيك. باش تقول لي كيفاش باش نعمل سور لو بلان براتيك، اني حددت لوبجيكتيف نتاعي مي هذا هكا في المخ معناها كله كلام، كيفاش باش نعمل سور لو بلان براتيك باه. ساعه فما ملاحظه باش نعطيها لكم، انه في تحقيق اي هدف واي حاجه فما سكون ابل السعي، وهذا معناها لي سانتيفيك ولي بسيكولوج والكل يوليو ياسر يحكيو بيه اخكو احنا هذيا ربي اصلا موصينا بيه اللي هو السعي. السعي هذيا يكون على زوز حاجات، سعي النفس وسعي الجسد، يعني سور لو بلان فيزيك سور لو بلان مورال سور لو بلان نفسي، النفس لا بسيكولوجي داكوردو. السعي نتاع النفس يفوت 90 ل 95% يكون سعي النفس، 5% اللي قعدت هي سعي الجسد، يعني توسكي فيزيك توسكو جو في انتربروندر بيدي باش نمشي باش نجبد الورقه هذيك باش نكتب باش نعمل باش ندبر فلو اتسيتيرا. السعي شفتوا قديش سعي النفس قوي، خمسه يوصل حتى 95% في تحقيق الاهداف سعي نفسي. دونك سي تري امبورطون، هذاك علاش الي امبورطون انك تحدد الهدف نتاعك اون تيرم بوزيتيف، ما تركزش على شنو انت تحب تتخلص منه، مش الحاجه اللي انت تحب تتخلص منها، حدد شنو هو الهدف وين نحب نوصل. فوالا به سور لو بلان براتيك كيسكو جو في فير، انا اش نعمل، انا حاسس بخنقه، انا حاسس كذا، باش ناخذ ورقه ورقه تنجي في الورقه هذيك الورقه فيها غير تو فيرسو داكوردو، في الغيكتوش باش نكتب، باش نكتب توسكي انا خانقني توسكي انا مركز عليه توا، انا ما عنديش خدمه، انا ما عنديش فلوس، انا بطال، انا ما كذا، اللي هو الكل اللي مركز عليه انت كله مش مخليك توصل للاهداف نتاعك، معناها اللي انت ماشي في بالك توا هو هذاك الهدف نتاعك انك تتخلص منه، الكل تكتبه في الورقه هذيك تلكي لي داكوردو. بعد نفس الورقه تقلبها سور لو فيرسو وتكتب اكزاكتومون العكس نتاع اللي كتبته في الورقه الاخرى، انا فقير اكتب انا غني نحب نولي غني، معناها انا بطال انا عندي خدمه، انا نخدم فوندوز انا ديريكت نحب نولي نطلع نولي ريسبونسابل برودجي، انا تو وليت ريسبونس، نكتب كومبليتمون العكس نتاع اللي كتبته في الورقه الاخرى داكوردو. بالعمليه هذه شنو عملت انا؟ بالعمليه هذه اول حاجه عملتها عملت في مخي عمليه برمجه للمخ، يعني لا تكنيك هذه احنا اون لوتيليز وقت اللي يبداو سي دي كريز دونغواس، مثلا في لي كريز دونغواس اون لوتيليز. شفت عمليه قلبين الورقه هي نفسها عمليه قلبين مخك، نفس العمليه انت عملتها في مخك عملتها على الورقه عملتها لمخك داكوردو. دونك كي كتب العكس هذاك اش عملت؟ ديجا وريت مخي انا وين نحب نوصل، هاو الهدف نتاعي ولا محطوط قدامي، اللي كان محطوط في مخي فرغته على الورقه دونك ما عادش موجود عندي في نفسيتي. ثالث حاجه عملتها اللي انا حفزت روحي بكلام بوزيتيف، انا غني، انا عندي، انا كذا، انا باش نوصل، انا باش نولي ريسبونسابل برودوي، مثلا انا فوندور ونحب نولي ريسبونسابل برودوي، اي سورتو اني نكون حددت الهدف نتاعي اون تيرم بوزيتيف. نجم يكون وحده تبقى تقول روحها ما نحبش طول عمري نقعد فوندور، ما نحبش بالعكس نقول نحب نولي كما قلت انت ريسبونسابل برودوي، عرفتك مش ما نحبش نقعد هكا، ديما نقول وين تحب انت توصل. اكزاكتومون دونك انت هنا شنو عملنا احنا؟ ديك حطيت انت في الصفحه الاولى حطيتك الافكار السلبيه اللي عندك، الحاجات اللي تحب تخلص منها، جونغ الدنيا صعيبه، صحابي عندهم انا ما عنديش، شفتك الحاج لي بونسي نيجاتيف الكل كي حطيتهم وبعد ديجا قلبتهم، هذه هي اول خطوه في التحفيز الذاتي. علاش؟ خاطرني هوني قلبت مخي، قلبت الافكار نتاعي، و او ميم طون سي بون حطيت معناها لي بونز اليمون و لوبجيكتيف ديفيني اون تيرم بوزيتيف، و جانسيست بيان سور
ديفيني اون تيرم بوزيتيف، على خاطر العقل اللاواعي ما يفهمش لا نيجاسيون. باش نعملو اكزرسيس توا مع بعضنا تتفهموني. ما نحبكش تتخيل فيل لونه روز. الكلكم في تخيلوا كان مخكم هو شفتوا فيل لونه روز، الكلكم قلت اكل لكم ما ما نحبكمش نحبكش هذيك تتخيلوا ما فيل لونه تتعديش روز. حاسه كيفاه؟ اكل كلمه ما نحبكش هذيك تحس والله الا ما نحبها اكزاكتومون هي هتولي تنبور اكزاكتومون. اللاواعي ما يفهمش النوبا. اش معناها ما يفهمش النوبا؟ يعني يستوعب النوبا، يستوعبها برشا، ياخذها الى بصا دونك ينحيها. داكوردو؟ دونك اون تيرم بوزيتيف، دونك سي تري امبورطون باش نحكيو مع رواحنا اون تيرم بوزيتيف. دونك انا وقت اللي انصفت الافكار هذه تو باش نتعدى للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هي شنو؟ هي اني جو في انيميري تو لي سوكسي اللي عملتهم في حياتي. جيني واحد تو يقول لي سوكسي، انا عملت سوكسي في حياتي؟ انا حتى كي كنت ننجح ننجح بعشره، ما عملت حتى شيء وقاري في روحه نقص كل شيء. باهي ايفا فيغوري فو، من نهار اللي تولد هبطت من فرش امك وانت تعمل في لي سوكسي على بعضه. شقول لي كيفاش هبطت من كرش امك؟ دوا هبطت من كرش امك شنو عملت؟ قمت تبكي. اول ريفلكس يعمل البيبي يقوم يبكي. انت كنت في كرش امك تتنفس اترافير الليكيد اللي موجود في كرش امك، دوبا خرجت باش تنجم تعيش وتتنفس. شو عملت؟ تو بوسي ان كري. لو كري هذاك حلك هكا الشعاب نتاع التنفس نتاعك الكل، دونك خذيت الهواء، دونك هذاك علاش وليت تبكي. دونك ريت كيفاش كي جيت للدنيا هذه حطيت ساقك في الدنيا، قلت لهم انا جو سوي لا وانا عندي الحق باش اني في الاكسجين وتوا باش نتنفس. جبدت التنفس نتاعك وقت اللي كنت صغير؟ اسكو فما شكون جاك قال لك اسمع انت توا عمرك عامين ولا عام ونص وقيت باش تتعلم تمشي؟ اي اسمع باش تتعلم تمشي يلزمك تقف تشد الاكيليبر تبدا خطوه الاولى وكل تشد شيء. الخطوه الثانيه. اسكو ريتو مره ان بارون جاي الولد وقالوا له لا انت توا عمرك تاع باش تقوم تمشي؟ لي بيرسون ني فوني فو دير سا. اي بوركو جو في اوتيليزي لو ليكزامبل دي انفون تو او لون دو سيت فيديو لا باش نستعمل الصغار. علاش؟ على خاطر احنا وقت كنا صغار كنا على الفطره الربانيه نتاعنا، يعني عندنا كل شيء اللي توا احنا مستحقين وما حناش لاقين ونلوجوا فيه في الدنيا ونلوجوا فيه برد. عند الاصحاب ونلوج فيه في لي فيديو ونلوج فيه في لي كور وندفع في الفلوس والكل الكل تولدنا بيه والكل موجود عندنا وتوا قاعدين يبيعوا لنا فيه ويوريونا فيه اوترومون. قاعدين يعاودوا يبرفشوا فينا باش يطلعوا منا الحكايه هذيك واحنا ديما نحسوا انه هذيك هو فلان عطانا هو ليه هو الى في حاجه في وسطك حيرها لك. هو كل شيء موجود عندك فطريا، انت عندك كل شيء وتو تكتشفوا هذا نكتشفوا هذا مع بعضنا. دونك وقت اللي باش نقول لك تو انيميري لي سوكسي اللي عملتهم في حياتك، انت في الروضه نتاعك في الروضه في الحفله نتاع اخر العام مش يعطوك كدوسي وكل تصاور وكل فازيت؟ كنتش تعرف تكتب انت؟ كنتش تعرف ترسم؟ كنتش تعرف تلصق؟ ما كنتش تعرف. حطوا لك الادوات قدامك وانت وحدك وحدك صغير، هما وراوك والمعلمه والمراوضه قاعدين يتفرجوا والكل يوريو فيكم والكل، ما انت اللي عملت. خاطر هو المعلم ما جاش شد لك يدك وكتب كتبك في يدك قال لك هيا شد اكتب ولا شد لصع. نو سا سي ان سوكسي. وقت اللي نجحت حتى كان بعشرة، حتى لو كان نجحت بالغشاء، اسمك نجحت، اسمك تعديتها. انت توا سورتو توا باش يفهموني العباد اللي تعديو من الفاك وخرجوا من الفاك سي بون. ال 16 معدل و 19 معدل والشهاده اللي كنا نبكيو عليها شنو عملت لك توا وقت اللي احنا في الابتدائي وفي الثانوي نبكيو على الشهادة وفي الفاك لازمني نكون؟ شو عملت لك؟ كي دخلنا للفاك ولينا الكل سواسية، كيف اللي كان عنده 19 معدل كيف اللي كان عنده 8 معدل، الناس الكل ولات كيف كيف. ويمكن ياسر اللي كان يجيب 5 و6 في الفاكولتي ولا يجيب 17 و18. علاش؟ خاطر في الفاكولتي اكتشف بشنو هو إلي دوي.
خاطر كي كان يقرا ما كانش يقرا في حاجه هو يحبها والا يعرف اللي هو دوي فيها، يقرا وكهو تأدية واجب داكوردو. دونك فو زافي توس دي سوكسي. اول مره قليت فيها عظمه سي ان سوكسي، اول مره وقفت وعملت اكسبوزي قدام العباد وحكيت قدام القسم متاعك، اول مره عديت فيها امتحان، وثاني مره وثالث مره والرابع مره، سي توجور ان سوكسي. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Donc, هذه كلمة échec نحيوها من قاموسكم. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. اش معناها il n'y a que des feedbacks؟ تتفكروا كالكراهب احنا صغار، كالكراهب كلمة تاع العيد هذيك وقت اللي الكرهبة وقت اللي نحطوها هكا كي نعملوها هكا كي نرجعوها بالتوالي مش تمشي تجري هكا تجري 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 تجري، هذيك هو هذاك هو لو 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 هذاك هو الاشاك اللي هما سموه لكم اشاك وحطوه لكم هكا صوروه لكم اون ديغي ان ديابل الشيطان. il n'y a pas d'échec. اما تجارب التجارب هذيا باش توريني هذه ثنيه صحيحه ولا هذه ثنيه غلطه، هذه ثنيه ا هذه ثنيه ب داكوردو. دونك ثاني حاجه تاخذ ورقه وستيلو تو انيمير تو سي سوكسي. انا عطيتكم دي سوكسي فريمون بانال، مي كل واحد فيكم عنده سوكسي كبير، عنده فرحه فرحه في حياته، عنده فرحه مهما كانت صغيره، ما هي سي ان سوكسي. تذكر روحك كيفاش وصلت لها الحاجه هذيك، عرفت ما عرفتش انا تو كنت روحك كيفاش انت كنت قاعد ماكش موتيفي باش تقرا كنت تمشي تقري هذيك ربي وقري سي ان سوكسي. Vous voyez, راهو لي ديفينيسيون ما تكبرهاش ما تكبرهاش ما تحولش ما 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 تتفرجوش في التلفزه، راهو اللي يقولوا لكم في التلفزه راهو يهد شباب يهد مجتمع يهد، ما تسمعوش الكلام هذاك العبيد اللي في الواقع والظروف. كونيكسيون ايه كيف كونيكسيون سافا با تعاود بالواقع والظروف من غاديك كونيكسيون لي سافا با ما تسمع حتى حد يقول لك الواقع يقول لك الظروف يقول لك الفلوس يقول لك البلاد. ردوا بالكم ما الظروف احنا اللي خلقناها، وظروف يمكن زاد راهو جات باش توريك انه الثنيه اللي ماشي فيها هذيك ثنيه غلطه مش هذيك ثنيتك، امشي للثنيه الاخرى امشي للثنيه اللي انت تعمل فيها لي سوكسي نتاعك. كما قلت لكم il n'existe pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. دونك ثاني حاجة on va énumérer النجاحات السابقة نتاعنا. الثالث حاجة نشوفها كونيكسيون سافا با تسمعوا فيها فاتن ولا قولوا لنا في لي كومونتير خاطر انا مانيش راه فيها تو. عند شكون الكونيكسيون سافا با جا قعدنا واحد اوكي هاي تو ترجع منها فاتن عاود ابعث لنا ريكويست كونيكسيون عند فيت سافا با يزول. دونك شنو ال من عندها هي اوكي انا جاوبي دونك عطينا دي كيسيون كان عندكم اوكي ولا حاجتكم عشتوهم وكلو الى ان جي فيت ان شاء الله نجاوبوا عليهم. كملنا انت بي اون فيت فيت اللي نعرفها من قبل وكنا نعمل دي لايف في الانستغرام تاعي الكل نحكي في لي سوجي هذوما. ايش اختو فازت انك انت معناتها تذكر روحك كلي سكسي صغار اللي انت عملتهم انت ميمبا معناها كنت تعرف كيفاش كنت تعمل فيهم كما هي قال معناها هذيك انت خرجت من كرشوم ما عملت فيها كيكه ولا عمر ولا جيك حد في العمر نتاع عامين وقال لك هاي لازم تقوم تمشي لقيت روحك وحدك وحدك كيكه تك تك بشويه بشويه وتطيح وتقوم
لفيت انا كنت جوست تذكر هذيك وتعمل اناليس كامله كي واحده كانت تقول يا سبحان الله معناه ايه، شفت شو عملت، شوف قديش مره حاولت مالا طيحت نصيبتي في روحي النهار هذاك وقتها كي طحت وقلت ليه ما كنت ديما نعرف لي انا هكا لازم باش نقف لازم باش نعمل حاجه كيما هكا. دونك لفيت انك انت تاناليز الحاجات هذوكم راهو وتحس تقول سبحان الله معناها برسمي ما فماش هذا اشهاك ولا حاجه، فما جوست محاولات 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 اللي تنجم معناها من بعد تقف على ساقيك كما قلت وقول فلان وقف على ساقيه برسمي راك وقفت على ساقيك قبل وانت كنت صغير وكنت ما جاك حتى حد وعلم المقفزات كيما كيك كل لي بالفطره نتاعك. دونك ما تقعدش تلوج على سوليسيون برا، ما تقعدش تلوج على انسان يشدك ويرشدك ويقول لك لازم تعمل هذا سينو لا، كل دي معرفتك استفتي قلبك شوف روحك انت من داخل وتذكر معناها بالحق الحاجة هذوك نقول باهي فات نعاود ابعث لنا انفيتاسيون يا فات نعاود عاود ابعث. السلامة كونيكسيون قصت خدمت معي. اي وصلنا الثالث حاجة قلت بعد قصت كونيكسيون دونك كمل مثال. دونك الثالث حاجة هي prendre du plaisir au challenge. يعني أي تحدي المعيقات اللي نلقاهم قدامنا المشكلة متاعنا أنه الغلطة اللي نعملوها أنه كيف نشوفوا معيقات قدام الهدف متاعنا نسميوها مشكلة. دوك هذاك علاش في أول الفيديو عطيت لكم قلت لكم كيلكو ديفينيسيون والمعلومة الغالطة والمعلومة الناقصة هي اللي تعيقني على الوصول لأهدافي. يعني أنا كي تجي قدامي معيقات نقوم أنا أوتوماتيكمون نسميها مشكلة، وعندي مشكلة، عندي مشكلة فلوس، عندي مشكلة علاقات، عندي مشكلة لوكال، عندي مشكلة سلعة، عندي مشكلة موتيفاسيون، نسميها مشكلة. شوف أنت تخيل أنا اليوم نجيك نكلمك الو وي فرح شنحوالك لاباس، تقول لي شنحوالك فيتن سافا لاباس، نقول لك والله يعني الحمد لله تقول لي شبيك، نقول لك والله عندي مشكلة. ثم نقول لك كلمة عندي مشكلة شو مش تعمل؟ مش تفجع شبيك لاباس اش فما؟ كي نقول لك أنا والله يا فرح كان ترى عندي صفة تشالنج توا قاعدة نتعدى بيه، عاملة عليه بون كيف، قاعدة نتكتكلو، قاعدة نشوف كيفاش هاني منا هاني منا، عندي هكا طرف فلوس لازمني نلمدهم للمشروع. شفت كي تحكي هكا ديجا العبد اللي قد انت بيدك نفسيتك تتبدل، انت العبد اللي قدامك يولي ماذا بيه يدخل معك قرب ربي اعطيني مشكلتك خلنا فوفي. راهي شفتوا راهي الكلمة كيما تطلع تبني كيف ما تهد. دونك اختاروا الكلمات. دونك المعيقات اللي نلقاهم قدامنا ردوا بالنا نسميهم مشاكل، ما هماش مشاكل، هما سي جوست دي بوتي تشالنج، دي بوتي تشالنج اللي انا باش نستمتع وانا نحل فيهم وانا نتكلها. شوفوا تذكروا وقت اللي كنتوا صغار ولا حتى توا يمكن، وقت اللي تديروا عندكم عمله باش تعملوها تبدا تكتك وتخطط وتجيب وتعمل وتسكر على روحك البيت والتليفون وقالوا صاحبتي اتسيتيرا. شفتوا نفسك الجو هذاك وانت تكتكل هيك المعيقات اللي مثلا امك ما تحبكش تخرج وانت تكتك كيفاش مش تخرج. المعيقات هي امك ما سميتهاش مشكله، انت في مخك تحدي، في مخك شيخ عليها عامل عليها بونكي وتكتكلها وتكلم وتعمل وزع مش باش نقول لها وكيفاش وعندي ساعه غط خباج حسيل وتبدا تختلق في الحاجات وشيق وانت تكتكلها وعامل بونكي نعم. فات الوقت تبدا انت في طنبك الكرياتيفيتي وانت تلوج على الفازات علاش على خاطر ديما رابط تحس روحك رابطه ديك الخرجه اللي انت تو مثال عطيتو انت والكذبه على امك رابطه بحاجه محلاها باش تعيشها انت بعد رغم اللي هي تو تظهر لك صعيبه ومشكله. خلينا نقول حاجه بيت اللي ما تسمعش ترى فيها مشكله اللي ترى فيها حاجه معناتها حاجه هذيك. انا علاش عطيتكم الاكزامبل هذا، الاكزامبل هذا هو اقرب اكزامبل باش نقول لك شفتك الحافزية اللي تلقاها وقت اللي تجي باش تعمل العملة نفسها وقت اللي تجي باش تعمل الحاجة. سوف كو كيسكي شانج التسمية وقت اللي نجي باش نعمل حاجة في تحقيق أهداف حاجة في الرسمي اللي لازمني نعملها نلقى روحي الحكاية دي كنسميها مشكلة، نسميها ما عنديش زهر، نسميها أي حاجة تعمل لي بلوكاج
وتخليني ما نقدمش. فاتن هنا كان احنا مثلا قلت لي توا هدف معناه قدامنا ونحبوا نوصلوا له، وشينا المعيقات اللي انت حكيت عليهم ونسميوه مشاكل، نسميوه مشاكل كل شيء. باغ كونطخ نرجع ليكزومبل السهل اللي قلته انت قبيله، كي كنت باش نخرج انا باش نقطع كيما قلنا احنا من الدار، كنت نلوج على قداش من سوليسيون للحاجه هذيك وكله، نكمبص منه وكرياتيف على الاخر في الحلول اللي نلقى فيهم، على خاطر نعطي الحاجه هذيك باش تفرحني وباش نعيش فيها حاجات محلاهم. دونك بديت خل الهدف نتاعي اللي انا حطيته تلما مانيش عارفه الفيلينغ اللي باش يجيني مع الهدف هذاك، مانيش قاعده نتخيل في انا قداش نكون فرحانه في الهدف هذاك، مانيش عامله فيزواليزاسيون، هي اللي تخليني نقول تيان معناتها هو هدف وكهو. دونك اللي يجيني في تحقيق هذاك كله مشاكل، مانيش قاعده ناخذ فيه هذاك هو بيدو، هذاك هو بيدو اللي عملناه في الاكزرسيس نتاع ليتاب اون. وقت اللي انا قلبت الفكره وحطيت قدامي انا اوتوماتيكمون الاحاسيس والفيزواليزاسيون، هذاك الاكزرسيس كيف تخدموه كل شيء هذايا الكل باش يجيكم، معناها القلبه نتاع المخ باش تصير قدامك على الورقه. دوك الفيزواليزاسيون والمشاعر واللي فيبراسيون المزيانه والطاقات الحلوه الكل باش تجيك قدامك، فهمت؟ دونك هذايا الكل تحط في الاكزرسيس الاولاني، وهذاك علاش قلنا اون تيرم بوزيتيف. وتوا كي قلت لكم بروندر دو بليزير او تشالنج، نشيخ على التشالنج و ميم طون نحط التسميات البوزيتيف، التسميات اللي تحفزني، التسميات اللي تعطيني دو لا موتيفاسيون، اللي تشيخني، اللي تخليني اون ديري جو سوي دون ان جيم، قاعد نلعب في جيم هكا. اذا كان عندنا دي جيمر توا يتفرجوا فينا، سي دي بروفيسيونيل دو الانترنت، سي دي جيمر، يقعد يستنى وقتاش باش يجيه لوبستاكل باش يتعدي باش يسلكها باش كذا باش كذا، تلقاه شاد البنات كونيكسيون يا فات. فاتن فاتن مشيت. يا فاتن مني ولا من هالمرة هيدي. انا قولوا لي اوكي مشيت فيه تضع وترجع بيه. جوز نحكي لكم نعش هكا اكزامبل عملت وانا معناها، خاطر راهو حتى انا كنت خام بطريقه الماسطه، وحتى انا كنت اقول المشاكل هذيك وكل وفازت فارغه وكل، اما نهار اللي كتبت غير هون حاجات انا نحب نوصل مش حاجات اللي انا نحب نفسي اعملهم، كتبتهم هو بعد حطتهم في ورقه هنا وحطيتهم فون ديكرون وعملت لهم الكل، دوك برسمي جاوا معاهم مشاعر ياسر محلاهم. دوك وقتها وليد نرجع للاكزامبل هذا كيما انت حاط في مخك انه الخرجه هذيك والفصحه هذيك باش يجي معاها برشا فرحه وبرشا جو، وليت كي انا كتبتهم غير ما كتبتهم وعلقتهم في بيتي وكل، ولا يجي معاهم مشاعر ياسر محلاهم، ولا يجي معاهم نجاح، ولا تتخيل في روحك انت في البلاصه هذيك، وتتخيل في روحك وانت حققت الحاجه هذيك، دوك وقتها ما عادش يجيوك مشاكل، تولي تسميهم تحديات، تولي تراهم انهم حاجات تومبوغيغ معناها ولازم باش يتعداهم، معناتها لازم تلقى طريقه باش تتعدى الحاجه هذيك وكهو، اما هيش مشكله يعني، خاطر كلمه مشكله راهي تقلق يعني على الاخر. عافيت انا رجعت. هلو هلو على غل سامحوني. دونك كيف اش قلنا احنا كيف تستمتع بك التحدي وتستمتع معناها كانك دون ان جيم، لي جيمر يبدا يستنى في الاوبستاكل انه يجيه قدامه باش يتعداه ويمشي ويتعدى الاستاد اللي بعده اتسيتيرا اتسيتيرا. سي لا ميم شوز، وما الحياه الا لعب ولهو، معناها الشيخ الدنيا وزينة تفاخر اكزاكتومون. راهي حاجه باهية، راهو احنا جينا جوفر جوست اون بارونتيز، راهو الله يهديهم معناها بون هذاك وعيهم في اللحظه هذيك وفي الوقت هذاك اللي فسروا الدين وكل هذاك وعيهم، توا الوعي الحالي ماهوش هو. دونك انت فسر وحدك، لوج شوف، ما تاخذش دولاكي، ما تاخذوش هكاكا، راك انت جيت للدنيا هذه باش تشيخ، باش تلعب لعبه، لعبه مزيانه باش تلعب فيها دور، الدور هذايا جيتو عندك ميسيون بيان ديتيرميني باش تعملو في الدنيا هذه، ما تخلقتش هكاك، ما فماش واحد في الدنيا تخلق هكاك، عندك ميسيون دو في tu vas l'accomplir.
وباش تشيخ عليها بوغ كو تو اريف على كومبليغ لازمك تتعدى بشويه تحديات. التحديات هذوكم هما كالجو هذاك والفازات والحاجات المزيانه هذيك الكل تتعدى اي انسي دو سويت. كملت الهدف هذايا باش نتعدى اللي بعده اي انسي دو سويت داكوردو. هذاك علاش ما فماش حاجه كامله، الكمال لله. وكلمه ما حتى حد ما ياخذها كامله وي سي فغي، حتى حد ما ياخذ كل شيء. تعرف علاش حتى حد ما ياخذ كل شيء؟ خاطر ينجم يكون عندك كل شيء، الفلوس والزين والبوفوار والاولاد والعائله والدار والكهرباء وخدمه ونجاحات واللي تحب انت، ومازال ربي عنده ياسر حاجات وانت ما عندكش منهم. اذا كاش معناها ما ياخذش، معناها الواحد ما ياخذش كل شيء في الدنيا هذه. فهمتوا؟ دونك هذه من المعيقات، من المعتقدات ومن لي كرويونس ليميتونت، انه الواحد ما ياخذش كل شيء. فاهمينها بالغلط. سي فغي ما ناخذوش كل شيء على خاطر فما اون انفينيتي دو شوز اللي ما نخلطوش باش ناخذوهم من الكل. هذاك اش معناها؟ اما راهو ينجم يكون عندك الكهرباء والفلوس والحب والخدمه والدار والراحه والامن والامان واللي تحلم به الكل، والسعاده والفلاح والنجاح وكل شيء، كل شيء يكون عندك، اي بورتون ما عندكش كل شيء. وهذيك هي خاطر الكمال لله. فهمتوها هذه؟ ربي هذه خاطر ديما نسمعها ويقول لك ربي ما يعطيش كل شيء، ما يعطيش كل شيء خاطر ما نخلطوش ناخذ كل شيء. تلمون تبارك الله ربي حاطط حاجات في الدنيا هذه. به دونك توا كيف استمتعت انا بالتحدي وشخت على التحدي وكي جاني كالمعيقات كالهكا اللي بتيز ابستاكل هكايا اللي باش ينوروا لي طريقي، باش يهزوني الاثنية صحيحه، باش يقصروا عليا اثنية، باش نتعلم منهم حاجه اتسيتيرا اتسيتيرا. تو باش نتعدى للاتاب اللي من بعدها، الاستمتاع نمرو 2. والاستمتاع هذيا زاد نعمه كبيره من عند ربي اللي هي استمتع بالتفرد. احنا مشكلتنا اللي يجيك طالب يحب يجي يقول لك بابا ما عاونيش، بابا ديما يقول لي يا فاشل. كونيكسيون فات باهي ان شاء الله ترجع الكونيكسيون تاع فات. المغرب ما هي برامون توا الساعة صارت حلو، لايف اخر بعد شوية. دونك وصلنا دونك للبوان تاع تمتع بالتفرد. سي بون فات رجعت هاي بي. المعلم كان ديما يقزمني، ديما يقول لي انت ما تفهمش، انت حاشاكم بهي. انا نستنى في صحابي حتى لين يكلموني باش نمشي نعمل نمشي للسال دو سبور. انا نستنى في صحابي حتى لين يكلموني باش نمشي نعمل معاهم قهوه. انا نستنى في صاحبتي باش تمشي معايا للمرشي. انا نستنى في انا نستنى انا يقوم اعمل وحدك. اكزاكتو قوم اعمل واحد شيخ، اتمتع بالتفرق، اتمتع انت اون مود سولو، اتمتع انت وقت قاعد تلعب في اللعبه قاعد تلعب وحدك، انت وقت قاعد تلعب في اللعبه في التليفون قاعد تلعب وحدك، قاعد تلعب وحدك ما فما حتى حد بحذيك يشد لك في يدك يقول لك العب. نحب انا مانيش موتيفي باش نمشي نعمل سبور، كل يوم عندي ابونمون لابونمون مشيت عليه وانا مشيتش نلعب سبور. علاش؟ خاطر صاحبتي اللي مسلسل تمشي معايا ما مشيتش. داكوغ دونك كوني استمتع بالتفرد. جو سوي اون مود سولو اي جو سوي فيير دو لاتر اي جو سوي بيان اي جو بو لو فير تو سول. نرجع للاكزامبل نتاع لي بيبي. تفكر روحك انت وقت اللي كنت صغير، وقت اللي كانوا يجيبوا لك الكيندر سوربريز، تحل لك كعبه الكيندر وتحل لك اللعبه وتحب تركبها لك، انت تلقاك تنقز وتطلع وتهبط وتتغشش كي تركبها لك. علاش؟ على خاطر كنت مستمتع بالتفرد. كانوا وقت اللي يجيو يحبوا يوكلوك تحب تاكل وحدك. انت قولوا لك انت صغير كل عم ليه تحب ناكل وحدي، نحب نبلبص وحدي، نحب نشد المغرفه وحدي. تلقاك ما تاكل كان ما تحط انت وحدك. علاش؟ على خاطر احنا بالفطره نسم يسئنا شنو ان بتفردين، اني نعرف اني انا قادر اني نركب اللعبه هذيك وحدي، انا قادر اني نوصل للهدف نتاعي وحدي، قادر اني نمشي نعمل سبور وحدي. شوفوا قرارنا في التربيه المدنيه وقتها
قالك ابن خلدون، قال الإنسان الإنسان شنو فيتن هي؟ فيتن فيتن إيه؟ اللايف باش يقص توا توا توا، نقصوا به ونرجعوا لهذا. نرجعوا سجلوا.